الجزء العلوي من المعدة بيكون على شكل دائري ويطلق عليه اسم فاندس، والجزء السفلي بيطلق عليه اسم بايلوريك أنترم، واللي منه بينتقل الطعام من المعدة إلى الاثنى عشر والتي تسمى ديودينم من خلال عضلة اسمها بايلوريك سفنكتر. المعدة أو ما تسمى ستومك من أهم أعضاء الجهاز الهضمي، واللي بتقوم بدور خزان الطعام، ده غير إنها مسؤولة عن المراحل الأولى من عملية الهضم. وظيفة المعدة بتتلخص في 4 حاجات: رقم 1 تخزين الطعام، رقم 2 ميكانيكال بريك داون أوف فود اللي هو تكسير الطعام لأجزاء صغيرة، رقم 3 إحلال أو تكسير الروابط الكيميائية عن طريق الأحماض والإنزيمات، رقم 4 إنتاج عامل داخلي اسمه جاستريك انترينسيك فاكتور، وده ضروري بعد كده لامتصاص فيتامين بي 12. بالنسبة لموقع المعدة، فبنلاحظ إن المعدة بتقع في الجانب الأيسر العلوي من تجويف البطن أسفل القبة اليسرى للحجاب الحاجز under left dome of the diaphragm. الجزء العلوي من المعدة بيتصل بالمريء واللي اسمه أسوفجس عند منطقة اسمها كاردياك سفنكتر أو كاردياك أوريفيس، فبيتكون جانكشن أو نقطة اتصال اسمها جاسترو سوفيجيال جانكشن. المعدة بتحتوي على 2 بوردرز اللي هم حافتين أو حدين، الحد الأصغر بيسمى ليزر كيرفيتشر والحد الأكبر بيسمى جريتر كيرفيتشر. بيقع ما بينهم أكبر جزء من أجزاء المعدة وهو جسم المعدة يسمى بادي أوف ذا ستومك. الجزء العلوي من المعدة بيكون على شكل دائري ويطلق عليه اسم فاندس، والجزء السفلي بيطلق عليه اسم بايلوريك أنترم، واللي منه بينتقل الطعام من المعدة إلى الاثنى عشر والتي تسمى ديودينم من خلال عضلة اسمها بايلوريك سفنكتر. ومن خلال منظر محوري اللي هو أكزيال فيو بنلاحظ إن السطح الأمامي من المعدة بيكون متصل بالدايفرام اللي هو الحجاب الحاجز والانتيريور ابدومينال وول اللي هو جدار البطن الامامي والليفت لوب اوف ذا ليفر اللي هو فص الكبد الايسر، وبيقع خلف المعده كل من السبلين اللي هو الطحال والليفت ادرينال جلاند اللي هي الغده القزريه اليسرى والليفت كيدني اللي هي الكليه اليسرى والبادي والتيل اوف ذا بنكرياس جسم وديل البنكرياس. وعلى السطح الداخلي للمعدة بنلاحظ انه بيحتوي على اجزاء اسمها prominent fold، ودي عبارة عن طبقات بارزة كلها على بعضها بيطلق عليها اسم روجي، وظيفتها انها بتسمح بتمدد المعدة. بالنسبة للarterial supply اللي هو الامداد الشرياني للمعدة، بيكون عن طريق تفرعات من الجاستريك والسبلينيك والجاسترودودينال arteries. أما بالنسبة للفينوس درينج اللي هو التصريف أو التفريغ الوريدي للمعدة، بيكون مشابه للأرتيريال سبلاي، وعادة بنلاحظ إن الجاستريك فين بيفرغ إلى البورتال فين أو السوبريور ميزنتريك فين.